للمزيد حول تزايد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأسد والميليشيات الموالية له في سوريا، ينضم إلينا الأستاذ صالح فاضل المتخصص في الشأن السوري عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بك بداية أستاذ صالح فاضل. انتهاكات النظام السوري وميليشياته لا تتوقف، سواء بالقتل أو الاعتقالات، بحسب بالطبع يعني منظمات حقوقية، فقد تم توثيق اعتقال 1882 مدنيا مؤخرا يعني خلال العام الماضي. إلى ما ترجع تزايد أعداد المعتقلين رغم سيطرة النظام على معظم الأراضي؟ هناك السلام عليكم ورحمة الله. أولا هناك حقيقة أسباب مختلطة ومتعددة لهذه الاعتقالات، منها لأسباب داخلية ومنها لأسباب خارجية. فمن الأسباب الداخلية يعتقد أو يعتقد البعض أن النظام لجأ إلى موضوع شبكة التجسس، يعني قال أن هناك عدد من ضباط الجيش يعملون في شبكة تجسس لصالح قوى أجنبية، وهذا الأمر الاعتقالات هي تمت بضغط الواضح من روسيا وإيران، لأن الضربات الإسرائيلية مؤخرا كانت يبدو أنها ضربات دقيقة في أماكن دقيقة محسوبة، فلذلك الإيرانيين والروس طلبوا من النظام أن يعني يعتقل ويحقق مع بعض الضباط، وآخرها لواء اللي هو مدير الاتصالات، يعني لا يحضرني اسمه الآن، العقيد من آل الحسين. فهذا تم اعتقاله مدير الاتصالات، ثم اعتقلوا زوجته وأولاده لعلاقتهم بإسرائيل، فهذه من جملة الاعتقالات. أيضا الحقيقة تتخطى موضوع اعتقالات أسرة الإعلامي الأخ الثائر الوطني عبد الرحمن صالح من طرطوس، تم اعتقال عدد من أفراد أسرته لأنه خرج في الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة، وتم طبعا هو في ألمانيا لكن اعتقل أسرته، صاروا يبحثوا حول الداعمين ومكان تواجده، توجهات عائلته السياسية، كيف تواصل مع فيصل القاسم. ومعظم هؤلاء المعتقلين ممن تجاوز عمرهم 60، وأيضا اعتقالات في ريف دمشق، منطقة بيبلة، بيت سحم، كفر بطنة، اعتقالات في حرستا رغم عمليات المصالحة. إذا هناك، وأيضا يريد أن يغطي الحقيقة يعني موضوع المؤامرة وشبكة التجسس، لأنه يريد أن يغطي على أسباب الفشل الاقتصادي الكبير في سوريا وانهيار العملة السورية وقانون قيصر، حتى يلقي بالمسؤولية على أسباب خارجية وليس على أسباب الفساد الداخلي واللصوصية. وأيضا اليوم بشار الأسد ومجموعته عم يعطوا أوامر لقتل المشاركين في الجرائم ضد الشعب السوري، فمؤخرا يعني منذ فترة أشهر بسيطة قتل حفيد عمة بشار الأسد بهيج الأسد، حفيدها اللواء غيدق مروان ديب، حارب من أجل النظام في دير الزور لكن قتل باللاذقية عندما جاءوا ليعتقلوه، فقاوم وتم قتله. وهناك طبعا يعني عمليات قتل العميد جهاد زعل في مخابرات الأمن الجوي تم قتله، نزار زيدان قائد ميليشيات تابعة لمهر الأسد تم قتله من قبل النظام وجماعته، العميد ثائر خير بيق ومن العائلات العلوية المعروفة في القرداحة أيضا تم قتله، العميد معن إدريس، العميد سومر ديب، وهكذا حقيقة في فوضى بالإضافة إلى توقيف اللواء معين حسين مدير إدارة الاتصالات في الجيش. نعم أستاذ صالح، نعم، في هذه النقطة التي ذكرتها يعني اعتقالات النظام للمدنيين قد يبدو يعني من قبل النظام السوري أمرا مبررا، ولكن الحديث عن عمليات اغتيال للضباط من قبل أجهزته الأمنية يعني ماذا تعني؟ تعني أن هناك فوضى حقيقية واختلافات حقيقية بين الأسد وأعوانه، وأيضا للتغطية على الجرائم، لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تضغط، بتقول مؤخرا حتى بعصر يعني بعض سياسي بايدن بيقول أنه بدنا نحاسب الأسد على المجازر الكيماوية، على المجازر اللي حصلت بالحولة، على المجازر التي حصلت في قرية تسنين التركمانية في حمص، المجازر التي حصلت في ريف إدلب وفي حلب وحمص وحماة ودمشق وغيرها، وإنه ودرعا، هذا بيصير عليها تحقيق. هذا التحقيق
من شهود الذين تلقوا الأوامر. هؤلاء الضباط تلقوا الأوامر بمعظمهم من بشار الأسد وماهر الأسد، فإذا هؤلاء الشهود يجب قتلهم. ونحن شهدنا سابقا كيف قامت عمليات القتل الشهود على مقتل مثلا الحريري رحمه الله رئيس وزراء لبنان. يعني هذا النظام السوري سلوكه معروف في قتل من يستخدمهم حتى لا يبقى شهود على ذلك، بالإضافة إلى تصفيات لحسابات داخلية الآن جماعة إيران وجماعة روسيا وجماعة إسرائيل والناس اللي عندهم طموحات شخصية. البات بشار الأسد بتصوري أنه الحلقة الأضعف في النظام السوري، لأنه الكثير أصبح مهدد بالقتل، ومن يقتل على أيدي النظام أيضا يحدث حالة قلق من الضباط الآخرين الموجودين حول بشار الأسد. وبالتالي يبدو أن هناك ممهدات لإزالة هذا النظام المجرم وبأيادي دولية بكل أسف، يعني ما هو بأيادي سورية. يبدو أنه في الأشهر القليلة القادمة هناك رائحة لهيئة حكم انتقالي بدون الأسد، فيبدو أن هذا الأمر هذه تمهيدات يعني ترسم نهاية هذا المجرم. شكرا لك أستاذ صالح فاضل المتخصص في الشأن السوري.